30 دعاء رائع في رمضان، وكل يوم دعوة نعيش بيها ونذكر ربنا بيها ونركز عليها. دعاء النهاردة إنك تدعو ربنا بوعوده. عمرك فكرت في الحكاية دي؟ وعوده فين؟ وعوده اللي قالها في القرآن، وعوده اللي جت في الأحاديث القدسية، وعوده اللي النبي قال لنا عليها. يعني أعمل إيه؟ تقول زي الفكرة اللي أنا هقولها لك دي: اللهم إنك وعدت عبادك وقلت ادعوني أستجب لكم، وأنا أتوسل إليك بما وعدتني أن تستجيب دعائي. ده مثل. طيب دعاء تاني: اللهم إنك تتنزل كل ليلة برحمتك تنادي، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، وأنا أدعوك وأسألك في هذا الوقت من الليل، لما أكون بتدعي بالليل فاستجب دعائي. طريقة تالتة: اللهم إنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنا جئتك تائبا فاقبل توبتي. طريقة رابعة: يا من تقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إني متقرب إليك فاقبلني. فهمت الفكرة؟ ادعي بالطريقة دي وناجي ربنا بالطريقة دي، الله يستجيب لنا.